مرحبا بكم في عيشاني سيبيز وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن كريب بنكهة البرتقال. سنحتاج في المقادير نصف لتر من الحليب، 4 بيضات، 100 غرام من السكر، 225 غرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، 50 غرام من الزبدة التي سأقوم بإدابتها، ملعقة كبيرة من قشور البرتقال. سأخذ جميع المكونات وأضعها في قنينة وأحركها جيدا. نأخذ القنينة نضع فيها قمع لكي يسهل عملية إدخال المكونات. نضع البيض، ندي فقط 3 و4، سكر، نضع الحليب على السكر لكي يمر. فهذه العملية لكي نربح الوقت. قشر البرتقال ممكن استخدام شوية الليمون، الزبدة، وضع الدقيق، بعد أن وضعنا جميع المكونات نخلطهم مع بعض. المقلاه الخاصه بالكريم نضعها على النار حتى تسخن جيدا. ناخذ المناديل الخاصه بالمطبخ ونستخدم منديل نظيف، نضع فيه الزبده او الزيت ونمسح به المقلاه حتى تلتصق الكريم، واضع الخليط وابصقه جيدا على المقلاه لتاخذ شكل دائري. أفضل أن تكون الكريب رقيقة جدا، يمكن أن تزيد الكمية. عندما تبدأ الجوانب تحصل على لون ذهبي نزيل الأطراف بواسطة سباتولا أو ملعقة خشبية. ونقلبها للجهة الأخرى. نديرها بين الفينة والأخرى حتى لا تحترق. في نفس الوقت تطهى جيدا من جميع الجوانب. الجهة التالية تطهى بسرعة جدا. نضعها في صحن ونستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية العجين. كريب البرتقال بعد ما كيوجد فهو كيكون بهذا الشكل. هذا كنخليوه حتى كيبرد تماما عاد كنقدموه. ممكن ترافقوه بصلصة الشوكولا او بحال اللي غندير انا بصلصة البرتقال، كيجيو متواتين مع بعضياتهم. كنديروه بحال هكا. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم لانها كتجي لذيذة بزاف وخفيفة. إلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتو ديما توصلوا بجديد ديالي تابوناو فلاش. نشوفكم في حلقات أخرى مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.